زي ما ذكرت هو العبادة حقيقة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. استجب لكم، ما قال فاستجيب ولا ثم استجيب، على طول استجب لكم مباشرة مباشرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء بين آيات الصيام، فللدعاء يعني صلة وثيقة في الصيام، وللصائم دعوة لا ترد، نعم، وغيرها. ونحن الله سبحانه وتعالى والقرآن ونحن ندعوه عز وجل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، فمن هداه الله عز وجل وفقه وجعله إيش من المتقين، يا سلام، عباد الله المتقين. فلذلك يعني القصص كثيرة من ناحية الدعاء وقبول الدعاء، ولكن يعني الدعاء يعني له شروط. الدعاء لا يكفي الإنسان أن يدعو أطب مطعمك تستجب إيش دعوتك. فلذلك مع الدعاء أن الإنسان لما يدعو يتأكد أن مطعمه طيب وما يأكله طيب، لا ربا ولا سحت ولا رشوة ولا غير ذلك. يتحرى إيش؟ يتحرى الطيب. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اجعلني مجاب الدعوة، سعد بن أبي وقاص، نعم، قال يا سعد أطيب مطعمك تستجب دعوتك. فلذلك الشرط لقبول الدعاء بإذن الله عز وجل هو يعني الكسب الطيب، وأن الإنسان لا يدخل في جوفه إلا الحلال. استحي من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. الرأس وش فيه؟ الرأس فيه العقل، فيه العين، فيه السمع، تحفظه بحفظ الله سبحانه وتعالى. وكما قال إن الله عز وجل يعني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فإذا الإنسان اتقى الله سبحانه وتعالى، إذا يعني ما يدخل في إذنه حرام كأنها مسامير تدخل في إذنه، ينظر حرام كأنه الشيطان قدامه، فيتق الله سبحانه وتعالى في نظره، في بصره، في والبطن وما حوى والرأس وما وعى، وأن يذكر الموت والبلى. هذا استحي من الله حق الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق. قال يا رب إننا نستحي من الله حق. قال لا، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، أن تذكر الموت دائما، تكون ذكر الموت في قلبك وفي خاطرك. فلذلك الحقيقة يعني الدعاء أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الدعاء حقيقة الإنسان من أداب الدعاء، من أداب الدعاء كذلك يا شيخ أبو عبد العزيز، معك أداب للدعاء، من أداب الدعاء، أداب الدعاء. أولا الله عز وجل من عز وجل في كتابه كيف ندعو في سورة الفاتحة ولا لا؟ قولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا دعاء العبادة، ما في مسألة ولا لا؟ نعم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا، دعاء الكرم، ما في مسألة. نعم، هو دعاء تملق، تذكر الله عز وجل بأجل أوصافه وكذا، وهو أعلم بحالك وماذا تريد، سبحانه. فيكون دعاء العبادة أكثر من دعاء المسألة. وذاك الفاتحة علمتنا كيف ندعو. أول شيء دعاء العبادة، قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. دعاء المسألة آية واحدة فقط، شوف دعاء العبادة كم، دعاء المسألة واحدة، اهدنا الصراط المستقيم، واحدة آية. فذلك الإنسان لا يستعجل، يا رب أعطني، لا، أصبر. أول شيء اطلب الله، أحمد الله، اثنى على الله، استغفر الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وخل دعائك يعني هذيك عشرة تملق لله عز وجل، وخل دعاء المسألة اثنين ثلاثة. يعني عندك شو اسمه أيوب عليه السلام، شوف من أدب الدعاء مع أيوب إيش قال؟ ما قال يا رب اشفني، ما دعا الله، قال وأيوب إيش؟ يعني لما مسه الضر إيش؟ قال ربي إيش؟ إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قال اشفني ولا لا؟ نعم، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الأدب في الدعاء بعد 18 سنة. شفت كيف؟ يعني حتى إن زوجته قال تدعو أنت نبي وكذا، قال والله نستحي، قال الله أعطاني كم عمر وأنا بخير، خلي يصير كذا وأنا مريض بعدين يدعي. فلما وجد كذا قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قال اشفني، يعني كيف؟ وإبراهيم عليه السلام لما وإذا مرضت إيش؟ فهو يشفين، ما قال إذا مرضتني، أول قال يطعمني ويسقيني وكذا، لكن لما جاء عند المرض قال إذا مرضت، ما قال ما نسب المرض إلى الله سبحانه وتعالى. يا سلام. كذلك في سورة الكهف مثلا السفينة لما خرقها، ما نسب العمل هذا لله عز وجل،
هرق السفينة وقتل الولد ما نسبه لله، لكن لما جاء عند الجدار نسبه إلى الله عز وجل لأن فيه إصلاح صلاح، لكن هذا كلما في قتل وخراب ما نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من باب الأدب في الدعاء، نتأدب في الدعاء مع الله سبحانه وتعالى وأن نكثر الشكر والذكر وهذا، وبعدين ندعو الله سبحانه وتعالى بما هو أهله ويبشر الإنسان، والإنسان لا يستعجل الإجابة، صح ولا لا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أهل بدر متى استجيب بالدعوته؟ بعد 5 سنوات، صح ولا لا؟ لما أذوه قال اللهم عليك بأبو جهل وعليك بفلان وفلان وفلان، متى رأهم النبي صلى الله عليه وسلم صرعا؟ بعد 5 سنوات استجاب الله دعوته. يعني الآن احنا ندعو أن يهلك الظالمين ويهلك اليهود والنصارى وأعداء الدين وكذا ونستعجل الإجابة، لا، الله سبحانه وتعالى هو الحكيم ويعني يعلم متى تكون الإجابة بإذن الله عز وجل. يا سلام. فهو الذي يقرر الله عز وجل متى تكون الإجابة ومتى تكون المصلحة، ولا نستعجل. والإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أما أن يحققها في الدنيا، ها؟ نعم. وإما أن يدخرها له في الآخر. حتى اللي يستجيب الدعوة في الدنيا يقول ليتني ما استجاب، ليت ما استجاب لي في الدنيا، كان ادخرها لي في الآخرة، أو أن يصرف عنه من الشر. الله الشيء الكثير. فالله كريم، ما تعامل مع كريم سبحانه جل وعلا. أظن الولد برا.